عالم جوا العالم مهم وكله فاهم ورفيق قررت ابقى صاحب فكره ورأي راسم هدف بسعى فيه بفكري ممكن اغير غيري ابقى قدوه لي احقق طموح واسيب خيالي يروح سوشيال بلا حدود وانا في قررت اكون موجود هنشر للدنيا فكري وبيها اكون مؤثر فن رياضه كوميدي لظواهر اكون مفسر شايل على كتفي شنطه رحاله بين البلاد كاميرتي في ايدي حاضره بتطرخ انجازات هكون التطور بين الحاضر واللي فات انور الطريق لغيري هبقى نجم عالي فوق الحقد لا ابالي حلمي عمري قرب عمري ما بنسى لايك سبسكرايب عدد الفيوز لغه النجاح ومسيري يوم هفوز هبتكر هخترع هدور على جديد هشدك زي المغناطيس ما يشد الحديد هكون مش زي حد عرفته او شفته قبليه هتخطى واكسر الحدود اوصل للعالميه من ابسط فكره تطلع حكمه غيرك يستفيد الحلم مش بعيد لو صعب اول مره حاول تاني عيد خليك انت القائد الاول في اكتشافك اثبت اختلافك اظهر التميز العالم ليك يتحيز فرضا جوه مركب يبقى انت فيها الريس حلمي عمري قرب عمري ما بنسى يطول بالي ليه وبفجر جديد بستنى العالم هم بروحك الصعب يهون حاول من تاني بتقدر موهبتك عم تكبر مالك يا ياسمين انت على طول متوتره كده؟ ما انا متوتره لان النهارده يوم مش عادي في رحله ال 17 مشترك. من النهارده هنشوف ترتيب المتسابقين بناء على تقييم الحكام ليهم. لكن التقييم ده مش هيكون نهائي لان علامات الحكام بتشكل 50% من مجموع العلامات. وال 50% الثانيه هتكون عليكم انتوا بناء على الكومنتس والشير على فيديوهات المتسابقين. بمشاركتكم ترتيب المشتركين هيتغير في جدول التقييمات. يعني من النهارده انتوا الحكم الرابع في سوشيال بلا حدود. طب يلا يا بدر نروح نشوف الحكام ونتكلم معاهم قبل ما يبتدوا مشوار النهارده. يلا. يلا نحكي عن اهلا كان... عاملين ايه؟ اخباركم؟ منورين الوان وحركات. ها بدر ياسمين صافا؟ تمام. انت صافا؟ انت حسيتك مش متوتره شويه الصراحه؟ باين عليك صراحه. لا خير تريتش طلع كل كويس الصبح شفتي لازم تغدي. ماشي هفطر. انت تمام؟ والله الحمد لله. شويه اسئله كده في السريع. ليه يا مروه استعديتوا ازاي للنهارده؟ بص المسؤوليه بدات تكبر والتركيز بدا يزيد لان احنا وصلنا في الاخر خلاص فالموضوع شويه موترنا برضو. طب يا سهاله هل معايير التحكيم بدات تختلف؟ هي بصراحه من اسبوع لاسبوع تختلف يعني كل ما نعطيهم نصيحه فنضغط عليهم اكثر يعني بعد يكون التقييم كما نقولوا اقسى شوي هذا المره يعني صراحه ما بقيناش ننصحهم اكثر من الاسابيع اللي فاتت فانا شايفه انه تركيز على الفيديوهات وعلى كل النقاط اللي حكيناها بصفه عامه يعني ما كانش رحمه صراحه كويس معلش ما اعرف عني شوي شريره يعني معلش شرسه ازاي خطيب احنا عارفين ان التقييمات متقسمه بينكم وبين المشاهدين 50% 50% تفتكر ده هيفرق ازاي مع المتسابقين بقى نفسهم ان يبقى متعلق الموضوع باراء المشاهدين بيفرق كتير لانه طبعا سر نجاح اي مشهور هو المتابعه تاعه فكتير مهم انهم يشوفوا التفاعل بينهم وبين جمهورهم لانه اذا كبروا وطلعوا واحد من المتسابقين الناجحين راح يقدروا يشوفوا هذا التفاعل ليتر اون ويحسوا فيه واحنا راينا طبعا محايد شويه ودقيق فعشان كده المشاهدين هم ما ينفعش بالظبط دي هي واحنا متشوقين نشوف المشتركين هيعملوا ايه النهارده الصراحه احنا كمان طيب هو بما ان انتم ما جبتولناش حاجه نشربها انا مش عارف ايه الموضوع ده فمش هنطول عليكم اليوم اكتر من كده وهنشد احنا بقى ماشي وهنسيبكم تجهزوا ونطلع فاصل ونرجع لكم تاني تحدي الأسبوع ده لل 17 متسابق، لو ده آخر فيديو ليك، إيه اللي ممكن تعمله؟ جاهزين؟ باي جاهزين. يلا نشوف أول فيديو لمحمد عبد القادر. يلا. السلام عليكم. ما كنتش أتوقع إن محمد عبد القادر اللي دايماً بيقول لكم ما تتخلوش عن الأحلام بتاعتكم، ودايماً خليك عندك هدف وحاول توصل له بشتى الطرق، وقاتل ودافع عن الحلم بتاعك علشان توصل وتحققه في يوم من الأيام. أجي في يوم وأقول لكم إن أنا اتخليت عن الحلم بتاعي
ان انا سبت الهدف اللي انا كنت عايش علشانه. عايز اقول لكم ان النهارده اخر محتوى انا بصوره ليكم على السوشيال ميديا، ده اخر فيديو هتشوفوه. يا ريت كل الناس اللي كانت متابعاني تدعي لي ان ربنا يوفقني ويكرمني في الطريق التاني، وكل المحتويات اللي انا صورتها تكون سبب في يوم من الايام ان هي تخفف عنكم وتزيل اي هم كنتم بتعيشوه. يا ريت تفتكروني كلكم بالخير، ويا ريت كل واحد عنده محتوى كنت عامله في يوم من الايام حلو يحافظ عليه، لانكم مش هتشوفوني تاني. السلام عليكم. ابدا من عندي. هلا بالنسبه للاشياء الاساسيه اللي هي الجوده والصوره والاضاءه، هدول كانوا كثير مناح، بس برايي طريقه التنفيذ والمحتوى ما كان كثير جيد، يعني ما قدم فكره تجذبك لتشوف الفيديو. يعني احنا التحدي هو شو اذا كان هذا الفيديو اخر فيديو شو ممكن تعمل، بس ما شفتش، هو انسحب من السوشيال ميديا فالمحتوى شفته ضعيف. يقدر يكون مثل ما قلت انه انسحب، يقدر يأثر على الناس بانسحابه، فهذا بالنسبة لي شيء يعني مهم، لكن ما شفت ولا تغيير صراحة، انه مش عارفة فاش نشكره فاش ما نشكروش. الشيء اللي شفته ما وصلنيش انه انسان صح، هذا اخر يوم او اخر فيديو ليه، هذا ما وصلنيش وما حسيتش بتغيير. نتفق معك في الكواليتي تاع الفيديو فقط. أنا نفس الكلام، كواليتي والصوت والصورة وكله كان، والإضاءة وكده وطريقة التنفيذ كان الفيديو كويس، بس أتفق معاكم في حتة المحتوى نفسه أو المضمون. كان حسيت الفيديو مفروض يكون فيه ابتكار عن كده، يعني المضمون نفسه كان يكون، وبقوله لا تتخلى. نحكي مع محمد عبد القادر، نحكي له ملاحظاتنا. تقريبا في مشكلة بالشبكة، ورحنا نشوف فيديو لألاء شتا. ده آخر فيديو ليا، بس دي مش آخر حاجة ليك. في الآخر أحب أقولك إن أنت الوحيد اللي قادر على التغيير، لأن مفيش حد هيقدر عليك ولا هيقدر يغير فيك غير نفسك. أنت المنبع الوحيد والقوة الوحيدة اللي تقدر للتغيير. لو أنت عايز تغير من نفسك هتعرف فعلا. ما تسمعش لأي كلام يأذيك ولا أي طاقة سلبية تيجي حواليك. تجاهل أي حاجة ممكن تحبطك. دايما اعرف ان الباور الاساسي هو انت، انت اللي قادر تعمل كل حاجه. محدش ليه الحق ان هو يحبطك ولا يجي عليك ولا يزيك باي شكل من الاشكال. دايما دافع عن نفسك، دافع برايك، دافع بفكرك، دافع باسلوبك. اهم حاجه حب اقولها لك في الاخر ان انت في ثلاث حاجات لازم تمشي عليهم في حياتك هتريحك جدا، انا شخصيا ماشيه عليهم، ويمكن هي دي الحاجه الوحيده اللي حسستني بالسلام النفسي شويه، وان انا قادره اتعامل واتجاهل حاجات كتير قوي حواليا. ثلاث مقولات اثروا فيا بشكل كبير قوي. اول واحده اعتزل ما يؤذيك، وهي ان انت تبعد عن اي حاجه بتاذيك، اشخاص، شغل، اي مجهود هيأذيك نفسيا تبعد عنه. تاني جمله وهي انت حر ما لم تضر، انت حر في حياتك، ما فيش حد ليه ان هو يتحكم فيها باي شكل من الاشكال. اهم حاجه ما تاذيش حد غيرك. عجبني الفيديو جدا. الحاجات اللي احنا على طول بنتفق عليها، الكواليتي والصوره والصوت وكده. مضمون الفيديو حلو قوي قوي قوي، فانا بصراحه عجبني الفيديو. نحكي انا حبيت، حسيت فيها نوع من انواع الاجتهاد، يعني شكلا ومضمونا صراحه. بالضبط. عندها نقطه دايما تعيدها، هي نقطه دايما الناس تضحك عليها، مش عارفه تقولها بالمصري، فهي حسيت انها اثرت فيها لكن ايجابيا. بالزبط. لانه دائما تحكي عن نقطه انه الناس تحكي الناس تحكي الناس تحكي، فهذا الشيء انا حبيته منها بزاف. بالاول ما كنتش حسيتها خلاص، يعني صراحه حسيتها كانت حافظه. بعد كده وبعدها لما حكت عن نفسها حسيتها باللي صح، راهي متاثره ووصلني الموضوع. عامه الفيديو عجبني. بالنسبه لموضوع المحتوى، يمكن اللي حكته كان كتير ممتاز، بس ما شفته انه شدني كتير، يعني حسيت انه طريقه القائه كانت ضعيف. هي في الاول فعلا يعني ما كان يجذب، او ما كانت واصله لدرجه التاثير بالشخص اللي قدامها. نروح نتصل بها. يلا الاء، انا شايفه في فيديوهاتك تقريبا ده نفس الراي، انه كاين تقدم عندك، كاين اجتهاد، يعني انت تبذلي مجهود شكلا ومضمونا صراحه، وهذا شيء فرحنا بزاف، انه متوقعين منك احسن واكثر. حسيت انه لو حطيتي ثاني يعني مزيكا هكا خفيفه
كانت راح تتحف الفيديو اكثر، يعني كان راح يطلع احلى. الموضوع بالاول ما كانش يشد خلاص، بعدها شدني شويه لما حكيتي على نفسك، على انه الناس دائما تحكي عليك او تعايرك وتقول لك كلام مش مليح. حسيت انه هذا الموضوع بالزاف مريت عليه في حياتك، يعني مرحله انه الناس تتكلم عنك، فكل مره تكرري نفس الموضوع. ما حسيتش انه رياكشناتك تبين انه خلاص هذا اخر فيديو ليك؟ وهذا المشكله عندك شويه من الاول، قلت لك انت رياكشناتك ما تخدميش بها. مره عملتي فيديو كانت رياكشناتك احلى. لا، فبنتمنى بالفيديو الجاي انه تكوني ماخذيتها بعين الاعتبار، ونتمنى لك التوفيق. باي باي. باي باي. نروح نشوف فيديو باشا مسوده. يلا. كل نهايه هي بدايه، ونهايتي هي اكيد بدايتي، ولو كان هذا اخر فيديو لي انا اكيد سوف اطرحه بكل شغف وحب. سوف اقدم رساله بسيطه لكل من يتابعني ولكل من يحبني. اسمعوني جيدا، اجعلوا لأحلامكم أجنحة في سماء الطموحات، وكذلك اربطوها بالشغف والإرادة. اختاروا مثلاً أعلى يكون ذا شخصية قوية، لأن اختيار القدوة يعتبر نصف النجاح. ابتعدوا عن التصنع وازرعوا البساطة في أفكاركم وفي فيديوهاتكم، لأن البساطة تولد الجمال. كونوا قيدة وأغلى لأحلامكم، ولا تجعلوها مكدسة تحت الوسادة، كونوا عظماء الغد. المونتاج ما عجبنيش، اسلوب اقناع ما قنعتنيش، يعني عندها اسلوب الاقناع تاعها ضعيف بزاف، مع انه انا متاكده انها هي مقتنعه بالشيء اللي راهي تعمل فيه. يعني هي انسانه حستها باللي تحب تشتغل على نفسها، باينه انسانه مجتهده، لكن ما قنعتنيش، مع انه وكلام ثاني اللي اختارته كان مقنع. المحتوى كان جيد، بس طريقة تقديمه، يعني بتفضل لو استخدمت اللهجة العامية، أو مش اللهجة، الطريقة العامية، الأسلوب العامي، يعني أسلوب الشعبي عادي. الشعبي اللي هي أنت عم بتوصلي فيديو عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، فأنت لازم تكوني عم تحكي بنفس الطريقة اللي عم يحكوا فيها اللي حواليك لتقدري توصلي لأكثر قدر ممكن. فالموضوع تاعها كان جيد، بس ممكن يكون مؤثر أكثر لو كان بطريقة أو أسلوب مختلف، طبيعي أكثر. أنا بحب طريقتها في الكلام. عندها خامة صوت روعة. صوتها واللغة زي ما أنت قلتي بالضبط، أنا حساهم يعني كويسين جدا. هي قالت ابتعدوا عن التصنع، وانت زي ما قلتي هي، بس هي عايزة تتكلم بطريقة ان هي، يعني اعتقد هي قالت قبل كده ان هي كانت واخدة قدوة مذيعة. لا، لكن القدوة انا نعرفها شخصيا، هي طبيعية بالذات. انا قصدي في الفيديوز، يعني هي ممكن تكون بتحاول ان هو تقلدها على اساس طريقة المذيعات او المذيعين. المذيعة هذه، المذيعة اللي تحكي عنها اسلوبها مش هك، المذيعة اللي تحكي عنها إنسانة نفس يعني تقريباً كيف شخصيتي. هي ممكن تكون هي بقى المفروض النقطة دي تشتغل عليها، بحيث إن هي شوية تتعامل بطبيعتها أكتر. يعني ونروح ونعملوا اتصال معها صح؟ يلا. أعتقد مو قادرين نوصل لها، يعني ملاحظاتنا حكيناها، في حدا بده يضيف شيء؟ هو على هاشتاك كونوا عظماء الغد، تبعتوا لي أحلى هيطة أحلى من عندها. ننتقل للفيديو اللي بعده. مريم عثمان. أصعب شعور ممكن تحسه إنك تاخد صدمتك وإنت مبتسم، زي ما يكون كده ما بقاش فارق معك أي حاجة خالص. بتدفع ساعتها تمن بداياتك، تفضل كل شوية تأنب نفسك على اختياراتك من الأول. أصعب دموع هي دموع قهرتك على نفسك، وخصوصا لما تكون شهم قوي مع اللي قدامك، وضحيت بحاجات كتير قوي علشانه، وفي الآخر المقابل خيانة وبيع للعشرة وأنانية. كلنا أكيد بنعدي بمشاكل في حياتنا، وساعتها بنكون شايفينها حيطة سد، وإن خلاص دي نهاية الطريق. لما نخرج منها بسلام نفضل نضحك ونحمد ربنا إننا عدينا منها بدون أي خسائر. اوعى تزعل على أي حاجة، لأن القدر بيلعب لعبته كويس قوي. اوعى تفكر انك عايز تاخد طرق من حد، وافتكر دايما على طول ان كما تدين تدان. نبدا بصوتها اللي اول ما حكت، يعني جسمي كامل كان قشعر، يعني ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. بصوتها وصلت لي كل شيء، بصوتها وصلت لي وش حال تأذت، وش حال فرحانه، ما شاء الله عليها. يعني مريم عثمان من الناس الصراحة اللي نحبهم، مبدعين. عجبتني الفوا أوف، كيف عمل الفيديو، والصوت جاي من هذه. عجبتني، عجبني.
خليك نركز في في المية. من عندي أنا بتفق مع سهيل بموضوع الفويس أوفر، كتير عجبني لأنه كانت عم تعطي إنه فعلاً عم تشعري إنه هذا آخر فيديو لها، يعني إنه عم توصلي للإشي اللي رح توصله للمشاهد، إنه عن جد هذا آخر فيديو لإلي. وحتى تعابير وجهها تغيرت بأكثر من مرة، كانت أول شيء كتير عابسة، بعدين ضحكت شوي ضحكة خفيفة، بعدين لما ضحكت في الموضوع كان في تناغم بين الفويس أوفر وطريقة التصوير والإيماج. نحكيها يلا. منايا أشوفك إيت. أيوة ردت مريم، دائما بتسوقي. مريم انت على طول ما شاء الله ما شاء الله، كل الفيديو بتاعتك بنحبها على طول وبنجمع عليها. انت دائما مبدعه، عم بتجيبي افكار حلوه، طريقه التقديم والالقاء كتير حلوه، بتكوني قريبه من القلب، وهذا اهم شغله باي حدا بده يكون انفلونسر على السوشيال ميديا، لازم يكون قريبه من الناس اللي عم بيوصل لهم المسج تاعته. انا عجبتني فكره الفويس اوفر، المنظر اللي كنت فيه ريح لي عيني، تعابير وجهك كانت متناغمة مع الكلام اللي كنت تحكي فيه، متأكدة أنه عقلك هذا فيه أمور بزاف مليحة، ونتمنى لك كل التوفيق في الفيديو الجاي. شكرا. I love you. موفقة. نروح نشوفوا أحمد بالجبري؟ يلا يلا, يلا يا أحمد. ها اللي بعد العمل بس هيك. واو الفيديو روعة. انتصلوا بي مباشرة. صح. انا شايفة كده برضو. انا مش نورمال. واو مش نورمال. راح نعمل اتصال مع احمد بالجبري. احمد احمد ابدعت بالفيديو، روعة روعة روعة، الفكرة كتير رهيبة، طريقة التقديم، الأداء، الموسيقى، يعني ما في شيء ينحكى عليه عيب واحد. مش حد يقدر يقول حاجة وحشة على الفيديو ده خالص، يعني يمكن ده أحلى فيديو أنا شفته. أنا متشرفة شخصياً أنه موهبة مثلك شاركت في البرنامج، والحمد لله أني عشت وشفت حاجة، يعني أنا نحب أنا عيني هذه ما تشبعش، بكيتني وضحكتني ودرت لي ستريس، يعني أنا والله والله العظيم غير أني يعني في حالة مش نورمال، وحمرت لي وجهي وهو حقك. برافو 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 برافو، يعطيك الصحة. يلا باي. مع السلامة. نشوف فيديو سارة علوش. سلام، نتمنى كما تكونوا بخير. أنا مانيش بخير، واليوم أصمت يوم في حياتي. اليوم هو آخر فيديو في حياتي،
صراحة أنا ما رحش نعود ندير أي فيديو على السوشيال ميديا. حبيت نوجه كلمة لمشجعيني، شكرا كتير، وأيضا الناس اللي ما كانوش معايا نقول لهم شكرا، لأنه في الحياة كل إنسان عندها رأيها الخاص أو حاجة تعجبه وحاجة ما تعجبهش. يعني أكيد راني متقبلتكم، والله ما كنتش نستنى لهذا النهار يجي. كنت نقول للمتابعين تاعي أنا مستحيل نحبس فيديوهات، كيفاش صار على الوش كنت عملت ستوري فيديو منه سوف أنقرض عن السوشيال ميديا. أوكي ما فهمتش، هي صح حزنانة ولا مش حزنانة؟ يعني فرحانة أنها راح تخلي السوشيال ميديا ولا مش فرحانة؟ قعدت تايها. عجبتني أنها حافظت على اللهجة تاعها، حتى اللهجة في الجزائر أنها باينة من الغرب، فأحلامه طموحه فتحكي بلهجتها، هذا اللي عجبني. أما صراحة هي اجتهدت في الفيديو هذا أكثر بالنسبة للفيديوهات اللي فاتت، لكن صراحة هي تتنافس مع مستويات بزاف عالية في المرحلة هذه، فلو كان هذا الفيديو تعمل من قبل كان ممكن يكون إيجابي لها. أنا بتفق معك بإشياء، بس رح أحكي رأيي بشكل عام على المواضيع. هلأ بالنسبة للصورة والجودة حسيتها منيحة أكثر من الفيديوهات اللي قبل. طريقة التنفيذ حلو، طريقة وضع اللوجوز تاعون السوشيال ميديا، الهاشتاجات اللي طلعوا من الجانب، الكلمات اللي طلعوا يعني عم بيشدوا. بس الإشي اللي اعترضت عليه هو موضوع الفيديو من أوله لآخره، ما حسيت في أي شيء عم بيخليني أكمله للآخر. حسيت بصراحة أن رياكشنز وشها كانت كتير قوي، فحسيت أن هي شتتتني. نكلم سارة؟ يلا يلا. هاي سارة، المرة هاي الصورة الجودة تاعت الفيديو كانت كتير أحسن من كل مرة. كتير حبيت موضوع اللوجوز اللي كنت حطيتهم، الكلمات اللي كانوا يطلعوا، الهاشتاج اللي كانت تظهر على الفيديو. بس الإشي اللي ما حبيته إنه ما قدرتي تجذبيني إني أكمل الفيديو. تهت في الفيديو تاعك، ما عرفته فكاهي مش فكاهي، دراما يعني، تهت. فحسيت إنه هذا الفيديو في حد ذاته ككاستينج ليكي في مجال التمثيل. حركات وشك كانت كتيرة مع حركات إيدك، فما كنتش عارفة أركز معاكي. خليكي طبيعية وانت بتتكلمي أكتر عشان تعرفي توصلي للناس أسرع وبطريقة أكبر. يعطيك العافية سارة، وموفقة إن شاء الله. باي 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 باي. نشوف فيديو دينا منيب. يلا. في 2018 حطيت لنفسي 5 أهداف ما حققتش منهم غير 2 بس، وده ما خلانيش أبطل أحلم، خلاني في 2019 أزود لستة أحلامي عشان أحلم أكتر وأحقق أكتر. وكان عندي هدف مهم في 2019 اللي هو أدخل عالم السوشيال بهاشتاج من قلب دودو وأقدم فيه أفكاري الإيجابية. ومع بداية 2019 وفي شهر فبراير اشتركت في برنامج سوشيال بلا حدود. صحيح ده اخر فيديو ليا، بس انا عندي كتير عشان خاطر اقدمه، وعارفه ان انت هتدور عليا عشان تشوف ازاي بحقق احلامي. شكرا. بالنسبه لفيديو دينا منيب، عندي يعني من لما بلشت دينا معنا بالبرنامج لليوم ما شفت فيه تطور كتير كبير بفيديوهاتها. نفس طريقه التصوير، نفس طريقه التقديم، نفس بكل شيء. يعني ما عم بشعر بالطريقة اللي هي تجذبني إني أنا أشوف الفيديو للآخر. يعني بتمنى لو تقدر إنه تأخذ بالملاحظات اللي عم نحكيها وتحسن من محتواها، هو لإلها مش لإلنا يعني. فالمفروض إنها تبلش تشتغل على الإشي اللي بتقدمه. ممكن نحكي؟ أنا بصراحة إنه شايفتها غير مهتمة للموضوع، حسب الفيديوهات اللي تطلع ما هيش مهتمة، حتى مش بالموضوع، غير مهتمة للتعليقات اللي كانت تجينا لها. حبيت أن نقولها أنه التعليقات مش إحنا فقط لنا نقول فيها، يعني كاين جمهور كله راه يتابع فيك ويعطيك نفس التعليقات. لو كنت تدخلي على السوشيال ميديا المحتوى كان غير واضح، حسيت بملل في فيديوهاتها، نفس الريتم، نفس الإيقاع، نفس كل شيء، نفس التصوير. ما فيش مجهود في الفيديو خالص، يعني هي حسب المكان اللي هي بتبقى موجودة فيه بتفتح الموبايل وتعمل الفيديو. فأنا حسيت إن هي مش مهتمة زي ما سهيلة قالت. هي لو كانت مهتمة بالبرنامج أو بالكونسبت بتاع البرنامج كان هيبقى فيه شوية مجهود، وما حسيتش إن الموضوع لفت انتباهي خالص اللي هي اتكلمت فيه.
نحكي معها لدينا؟ أعطي رأيك يعني هو اختصر كل اللي حكينا تقريبا. هي مش موجودة، نروح نشوفوا فيديو تاع زياد نصار. يلا شوفوا. يلا. مرحبا. يا عسل. كيفكم؟ شو أخباركم؟ يعطيكم فيديو جديد للأسف لآخر مرة. خلينا نبلش آخر فيديو بإشي جديد. اليوم هو آخر فيديو بعمله، لأنه حسيت إنه خلص دوري بتقديم المحتوى وقدمت الرسالة اللي بدي إياها. الرسالة هي إني أقضي على السطحية بالفيديوهات وأحاول أغير ولو بشكل بسيط بالمجتمع، وأتمنى إني أكون توفقت بهاي الرسالة وقدرت أحققها. وبعد ما خلص دوري إجا دوركم، دوركم لتمسكوا هاي الرسالة وتجروها بكل مكان، يعني سلم تستلم. حاولوا غيروا ولو إشي بسيط مجتمعاتكم، لأنه ممكن الفيديو صغير أو إشي صغير ممكن تغير أشياء كثير كبيرة، فما تستخف بالأشياء الصغيرة. وأتمنى إني أكون أثرت فيكم وغيرت فيكم إشي أو لفت نظركم لمشكلة موجودة. وشو بتستنوا قاعدين؟ دوركم بلش من هسا. سلام لآخر مرة. هلأ بالنسبة للإشي الأساسية، الجودة والصورة الإضاءة كانوا كتير مناح، الإبداع الأفكار كانت الفكرة هي قريبة من الإشي المطلوب، بس كتير عجبني موضوع المونتاج، كتير لعب بموضوع المونتاج، يعني قدم شيء بطريقة كتير حلوة، يعني ما كان في محتوى ضخم بس إنه قدر يلعب بالصورة ويلعب بنبرة صوته ليخليك إنه تشوف الفيديو للآخر، شو بده وين بده يروح بعد ما يخلص من السوشيال ميديا. فشفت إنه هو اشتغل على موضوع المونتاج بطريقة كتير صح. صراحة أكثر شيء لفتني فيه وخلني يعني نفرح، إنه مش نفرح إنه رايح، لكن نفرح إنه مشترك معنا صراحة، انه دائما اللي يحب يجيك ويودعك يلعب لك على الوتر الحساس. هو غير، هو جاء انه اوكي انا رايح لكن ليست نهايه العالم. هذا الشيء حبيته فيه بزاف بزاف، كان ايجابي. الايجابيه تغيير جذري تماما للمونتاج والحوايج اللي كان يعملها في الفيديو، صراحه تغير بزاف بزاف بزاف، حتى اللوكيشن بدله، وهذا الشيء يعجبني فيه. الالوان كيفاش كانت متناسقه، كانت روعه. انا زيد بحسه بيتكلم بطبيعته، ودي بحس ان هو واصل لي حتى لو هو مش موصل لي حاجه، بس هو يعني تحس ان هو لا يعني هو. طب انا اكتر حاجه بحبها لما حد يعمل فيديوز ويطلع يتكلم بطبيعته من غير اصطناع يعني، فانا حبيت طريقته وحبيت اسلوبه. بس زي ما قلت يمكن المحتوى الفيديو مش واو، بس عجبني اسلوبه. نحكي مع زيد. يلا. هاي مروه، راح تكون معك وتحكي لك راينا بالاجماع. هو انت تشتغل تفضل زي ما انت، تبقى بطبيعتك، والمونتاج عجبنا والصوت والصوره، وزي ما سهيله قالت ان انت غيرت اللوكيشن كمان. وبنشوفك بالفيديو اللي بعده ان شاء الله. ان شاء الله. يلا باي باي. باي باي. نروح نشوف فيديو حمدي عاشور. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ معاكم حمدي عاشور. انا عامل الفيديو ده عشان اشكر كل الناس اللي بتدعمني وكل الناس اللي وقفت جنبي وكل الناس اللي بتحبني، وكمان عايز اوجه او اقول للناس اللي حاطه هدف قدامها او نفسها توصل لحاجه، انتوا تقدروا تعملوا اي حاجه، والكلام ده بقوله عن تجربه، بس حط قدامك هدف معين وركز عليه وحارب عشانه باذن الله هتوصل له. وده مش اي كلام بقوله خلاص، يعني ده عن تجربه فعلا وعن حاجه انا اقتنعت بيها بعد فتره وبعد اللي انا وصلت له الحمد لله. كمان في الفيديو ده عايز اقول لكم ان انا خدت قرار مهم جدا في حياتي، ربنا يوفقني في القرار ده ويوفقكم جميعا، واشوفكم دايما يعني مبسوطين كده وفي احسن حال. وشكرا ليكم، وكان معاكم حمدي عاشور. سلام. طاقه ايجابيه والله، ابتسامته وطريقه كلامه يعني وسنه صغير، حسيته اداني طاقه ايجابيه كده. مش عارفه هما الجيل الجديد هذا كله جاي ايجابي، ما لاحظتوش انه ما شاء الله يعني. نتكلم حمدي.
حمدي. حمدي. هاي ازيكم صديقي؟ هلا كل الفيديوهات تاعونك من لما بلشت معنا لليوم بنحس دائما انه في طريقه تقديم حلوه، بتفكر بطريقه كثير روعه بتقديم الفيديو، وبيكون في عندك فكرة. حمدي أنا بحب طريقتك وبحب أسلوبك وبحسك بتديني طاقة إيجابية كده لما بشوف الفيديوز بتاعتك، فيعني كمل كمل زي ما أنت وكمل بأسلوبك وكمل بطريقتك استمر ما تقلقوش تمام وربنا يوفقك يا رب. نحس أنه عندك شغف في أنك توصل لأشياء معينة، حسيت أنه عندك أهداف ثانية أكبر، فمن هذا الفيديو لما فهموني انه انت عندك انطلاقه جديده فحاسه انه صح انت تفكر في انطلاقه جديده وثانيه. جود لك وفاء. باي 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 باي. وكده نكون خلصنا فيديوهات المجموعه الاولى كلها. ماشي ناخد بريك يا جماعه وبعد كده نكمل فيديوهات المجموعه الثانيه. يلا متفقين. وليه ياسمين احساسك النهارده؟ أنا حاسة إن إحنا ارتبطنا بالمتسابقين جداً لأن فيديوهاتهم عرفتنا أكتر عن شخصيتهم وعن حياتهم. وأنا زيك بالظبط، وأعتقد الحكام والجمهور كمان ارتبطوا بيهم. أما بالنسبة للمتسابقين فأعتقد إن آراء الحكام فرقت معاهم ومتابعة الجمهور فرقت كتير جداً. دي حقيقة يا بدر، ولسه كمان بعد الفاصل هنشوف باقي الثمان مشتركين. خليكم معانا. نبدأ يا جماعة نشوف فيديوهات المجموعة الثانية ونبدأ بهشام سراي. يلا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نصيحة فقط، الدنيا بين قوسين، القوس الأول هو ميلادك والقوس الثاني هو وفاتك، فضع بين القوس الأول والقوس الثاني بما يفيدك أنت ويفيدك أنت أختي، فإذا عجزت بأن تضع ما يفيدك ويفيد الناس فلا تضع بين القوس الأول والثاني شرين. سلام. ما وصليش أنه هذا آخر فيديو لي، يعني ما خرج عن الموضوع، أعطى نصيحة. ثاني شيء كان يحتاج ستابيليزاتور اللي هو ستابيليزر المثبت. المثبت كان يحتاجه باش يخرج الفيديو تاعه شيك. بصراحة أنا شفت إنه الفيديو كان كتير قصير، ما أعطاه حقه، كان لازم يشتغل على الفكرة أكتر. صح. النصيحة اللي هو ده قوية جدا، بس كان مفروض يكمل فيها، يعني كان مفروض الفيديو يبقى أطول من كده ومفيد أكتر من كده. فنتكلمه. أوكي. هشام. بونجور. هلو. أنا وسهيلة ومروة متفقين على إنه الفيديو كان كتير قصير. أنت أعطيتنا نصيحة كما قالت مروة مهمة بالزاف، لكن ما أعطيتنا ولا مبرر ولا حسسنا إنه هذا آخر فيديو ليك، فنتمنى إنك تركز أكثر عن هذا الموضوع. يلا باي باي. هلا فرح. باي موفق. ونروح نكمل ونشوف نيكست فيديو مع طارق غانم. بطول الفترة اللي كنت عم بعمل فيها فيديوهات تعلمت كثير أشياء، حبيت التصوير والمونتاج وصرت أبدع فيهم، تعلمت أني سيطر على كل مخاوفي وواجهها واستمتع حتى وأنا عم صورها، تعلمت أني دائماً أقدم وعلم كل اللي حواليه أشياء جديدة. غير هيك كل تعليق سلبي كان يوصلني هو كان نقطة إيجابية بتخليني كمل وأقوى أكثر. عن نفسي شلت كثير من قبل وما بعرف امتى رح اقدر اوصل رسالتي وافكاري، بس اللي بعرفه اللي ما بيعرف يخسر ما بيعرف طعمة الربح. هو عامة الفيديو رائع كفكرة كتصوير، لكن الدخلة كان في فوضى تاع صوت تاع فوضى اللي حواليه، لما حكى في اخر جملة تغيرت الكواليتي تاع الصوت. انت وش رايك؟ أنا بشوف فيديوهات طارق غانم من لما بلش لليوم طبعاً. مستمر هو بأفكار الإبداع، يعني عم بيبدع بأفكاره 100%. ومروة أنا عجبني الفيديو، عجبني التصوير وال يمكن فعلا زي ما قالت سهيلة في الآخر الصوت اختلف لما جيت أتكلم، كان في شوية دوشة حوالين الصوت، بس الجملة اللي قالها عجبتني طبعا،
اللي هو مش اللي ما بيخسرش ما بيعرفش طعم المكسب النجاح او الربح. نروح نتواصلوا معهم نقول لهم هذا الشيء. يلا مرحبا. افكارك ابداعيه وكثير حلوه واستمر لانه هاي الناس اللي بتحبه. الناس خلاص ملت من الروتين بدها شيء دائما ابداعي لتقدمه لهم. الفيديو كفكره كاخراج كمش عارفه وشنو كله كان روعه 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 روعه. شدنا لاخر لحظه. انت على طول كل فيديو بيبقى احسن من اللي قبله. بحس في ابتكار في الفيديو بتاعتك. الصوت اختلف في الاخر وانت بتقول الجمله اللي هي المهمه. باي 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 باي. نروح نشوف فيديو وسام دلالي. إذا كان هذا آخر فيديو في حياتي سوف أتكلم عن كل العواصف التي وقفت أمامها لتحقيق حلمي. سوف أتكلم عن كل مرة احترقت فيها لأصل إلى هدفي، عن كل مرة شعرت فيها أني أسقط أو أغرق، ولكني نهضت ولم أستسلم. سوف أتكلم عن كل المصاعب التي واجهتني وحطمتني وأوقعتني أرضا، ولكني صمدت وانتصرت عليها. عن كل مرة شعرت أن النجاح مستحيل وأن الطريق مسدود أمامي، بأن كل شيء ضدي وأن كل محاولاتي ستنتهي بالفشل، ولكني استعملت كل طاقتي وثقتي لأنجح وأصنع طريقي. سوف أتكلم عن كل الذين أحبطوني ووقفوا في وجهي، وعن كل الذين ساعدوني وأناروا دربي، عن كل النيران التي مررت عبرها وكل المعارك التي خضتها فقط للوصول إلى هدفي. جد رائع. حبيت الفيديو رائع رائع رائع. عندي نقاط حبيت نقولهم له شخصيا صراحة. نحكي معه يلا. إيه يا وسام ده؟ عسلامة. لسه كنت بقول لهم يعني لما بوصل لمرحلة يعني الحاجة بتعجبني قوي 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 مش بعرف اتكلم فيها، بس هقول لك انت رائع رائع رائع. عشنا معك كل مراحل حياتك الحلوه والمره، فانا نقول لك نحبك برشا برشا وبرافو عليك. طريقه التقديم والعرض كتير حلوه بتشد لاخر شيء. حبيت البدايه والنهايه بالفيديو، فبقدر اقول لك برافو. باي باي باي. نشوف فيديو ايوب خالد. سيكون أول وآخر تجربة لي في مواقع التواصل الاجتماعي، وتصبح من ذكرياتي الإيجابية التي لا أندم عليها. فالحياة عبارة عن بداية ونهاية، وقد حاولت عدة مرات لأتخطى الصعوبات لأثبت وجودي وأرفع عن نفسي وأجعلها حرة تطير مثل العصفور الحر. تعليقاتي كلها راح نقولها له فاس فاس احسن. تعليقاتي راح نقولها له. ما كنت اعلق بعدين قلت يلا خلص. فاس فاس. احكوا لنا معه لايوب فاس فاس. عايزين نكلمه فاس فاس دلوقتي. خليها احنا خلينا فاس فاس. خلينا فاس فاس. ايوب. ايوب بونجور. هاي. الفيديو يعني المضمون بتاعه كويس والكلام اللي انت قلته، بس يمكن شوية زي ما سهيلة قالت ان انت كنت مركز اكتر على اللغة، فحسيت ان انت كنت ممكن الفيديو كان يبقى اقوى لو انت شدتنا زي مثلا بصور او بفيديوز او باي حاجة تانية، لان انا اللغة كانت هي اللي غالبة عليك فكنا مركزين معها اكتر. انا بتشوف ان الفيديو كان منيح، كنت قادر توصل المسج، والكلام اللي قلته كان كتير منيح وممكن يكون مؤثر للي بسمعه. حسيت أنه كنت قادر تمدنا أفكار أكثر، لأنه صراحة أنت في مرحلة متطورة جداً من البرنامج، أنت تتنافس مع ناس متطورين جداً في أفكارهم. عموماً الفكرة كانت ناقصة شوي لكن كلامك كان حلو بزاف. باي 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 باي. أيوه. نروح نشوف فيديو رانيا بلعش.
Come on, you can do this. Go this way. الحياة هي عبارة عن مغامرة ممتعة أما مليئة بالمصاعب. وباش نوصلوا نتمتعوا بها ما لازمناش نقفوا على أول صعوبة تواجهنا. بالعكس لازمنا ديما نقدموا القدام. عسلامة. اليوم حبيت نجيبكم معايا للمكان الخاص والمزيان هذايا. المكان هذا كنت نجي ديما كي نفكر في حاجة، كي نحب نريح أعصابي ولا كي نحب نوضح أفكاري. نعرف القرار هذا مش باش يعجب برشا عباد، وحتى انا كان صعيب عليا برشا باش ناخذه، واللي هي ما عادش باش نعمل فيديوهات سوشيال ميديا. الحاجه اللي خلتني ناخذ القرار هذا اللي انا نامن اللي الحياه كلها مراحل، يعني ما نوصلش لنقطه معينه في حياتي ونقول انا وصلت. انا اليوم رسالتي ليكم في اخر فيديو ليا اللي هو حاولوا تطمحوا وحاولوا تكبروا اهدافكم، وعمركم ما توصلوا لنقطه معينه في حياتكم وتقولوا احنا وصلنا وترضوا بها. صراحه من احسن الفيديوهات. الكاميرا وهي كانت تتحرك يعني كانت تهتز بالزاف في اول الفيديو. في اول الفيديو حبيت تقدمها، يعني انها عملت شيء جديد ايجابيه قوي، ايجابيه ايجابيه يعني. حسيت ان هو يعني لو انا حاسه بياس او حاجه وشفت الفيديو بتاعها ولا صح. انا بقول نكلمها. هلو. هاي. عسلامه يا سكر بلامه. عسلامه. رانيا راح اقول لك انه هذا الفيديو اللي شفناه اليوم هو من افضل فيديوهاتك من لما بلشتي معانا البرنامج. الكاميرا بالاول شويه اهتزت، كان رايي وراي مروه في نفس الشيء. انت حسستينا المره اللي فاتت انك هذا هو الماكسيموم، لكن فهمتي اللي هو خرجتينا خرجه من القصب كما يقولوا بالجزائري. رانيا انا عجبني الفيديو جدا فعلا، احلى من الفيديوز اللي فاتت بكتير. عشان جبتي لوكيشن والمكان، يمكن بس النقطه الوحيده ان كانت في الاول الكاميرا بتتهز كتير في اول الفيديو، بس بعد كده طريقتك وكلامك وقدرتي توصلي لنا كلنا بصراحه. برافو. ثانك يو سو ماتش. جود لك. نروح نشوف فيديو امنيه حمزه. يلا. يمكن اكتر حاجه بكرهها في حياتي الوداع، او اني افقد شيء او شخص، بس دايما بيكون من الطبيعي نهاية حاجات من حياتنا عشان نبدأ في حاجات تانية توصلنا لمراحل جديدة عمرنا ما حلمنا بيها. ومش معنى ان ده اخر فيديو ليا على السوشيال ميديا يعني هتكون اخر الدنيا. الفيديو ده اسمه الوداع السعيد، بودع فيه حاجات انا بحبها ووصلتني لمراحل كبيرة انا فعلا فخورة جدا بيها. وهبدأ برضو حاجات تانية هتفرحني أكتر في حياتي. والأهم من كده إن مع كل مرحلة جديدة بيتخلق جوايا أمل جديد لحياة أحسن وأفضل مما كنت أتخيل. في تطور ملحوظ بفيديوهات المشتركين بصفة عامة بصراحة. بشكل عام فعلا، يعني المرة هاي في إبهار بكتير منهم. موضوع الألوان اللي لعبت فيه بالأول أبيض وأسود، بعدين الألوان، الفويس أوفر، الوداع السعيد، حبيت تستخدمها هاشتاج. حبيت المصطلح اللي استخدمته. وانتي مروة نكلم. أوكي. هاي. أمنية طبعاً إحنا شايفين تطور فظيع وتقدم فظيع في الفيديو. حبيت موضوع لعب الألوان، حبيت مصطلح الوداع السعيد، راح أخده منك هذا عمله هاشتاج. نحكي لك عن نقطة فقط مش ما عجبتنيش لكن كانت راح تكون أحلى. لما كنت تحكي عن حاجة أو عن أمور أو عن مرحلة سعيدة، نبرة صوتك علاش ما كانتش فرحانة؟ موفقة يا أمنية. ونشوفك الفيديو اللي بعده إن شاء الله. باي باي. نشوف فيديو يوسف علي. ساعات الإنسان بيجيله تخيلات كده، حاسس إن ده آخر حاجة ممكن أقدمها لكم. عشان كده أنا لما جت في دماغي الفكرة دي إني ممكن يكون آخر فيديو أعمله، عندي شوية حاجات. عبد الرحمن، أنا شفتك عبد الرحمن وإحنا بايتين مع بعض وإنت بتاخد الفلوس من جيب البنطلون. عبد المجيد، انت تتحبس عشان انا بلغت عنك انك بتبيع مخدرات. I'll die every day. لا انا معلش نحكي، انا مش رح اعلق. حسيت انه انا يعني لو طلعت سهيلة الشريرة اللي هو شنو، انا حسيت انه هذا اخر فيديو، فانا عايزه اقول لكم يا جدعان ان انا هفضحكم كلكم واحد واحد وهخلق فتنة كبيرة.
بخليكم تخشوا كلكم في بعض وتنتهي الكرة الأرضية بانفجار عظيم. فأنا هذا اللي حسيته. أنا ما عنديش يعني هو كومنت واحد بس. سلبي. الفيديو سلبي. الفيديو بطاقة سلبية ما ينفعش. لو ده آخر فيديو ليك إن أنت تعمل كده. مروة اسمحيني نقاطعك. هو إحنا في التحدي قلنا إنه تعطي آخر شيء عندك. هو آخر شيء عنده إنه يفضح الناس. لا لا إحنا يعني المحتوى مدى بينا يكون شيء إيجابي. مدى من أحسن إنه يكون شيء إيجابي. من أحسن إنه يكون حتى ولو سلبي. لكن إنه إحنا يعني نصحي في ضمير الناس. إحنا نوصل حاجة مليحة للناس. إحنا حابين الناس تتقدم مش ترجع. وكده مش هيوصف الناس ويخلي الناس تفضح الناس. طب تحب تحكي مع يوسف؟ أحكي مع يوسف. أحكي أنت. أنا مش رح أحكي. لا مش رح أحكي. كنت خلاص أطلع. لا تحكي أنت بالنيابة عننا أو سهل. أحكي مع يوسف على طول. أنا ماشي. تقريبا بما انه يوسف ما ردش فبتوقع تعليقاتنا وصلوا. احنا هيك خلصنا فيديوهات المجموعه الثانيه. فانتوا بحاجه بريك ولا اروح لحالي؟ لا انا هروح معك. طب يلا روح بريك. لا يلا نطلع. يلا خطيب قول لي على مدار المشوار بتاع السوشيال بلا حدود، شايف فرق بين الفيديوهات اللي قدموها المتسابقين من الاول لحد اللي وصلنا له النهارده؟ اكيد في فرق كتير كبير. في ناس كتير اتطورت وقدرت انها تنتج محتوى كتير افضل بيناسب السوشيال ميديا. طبعا الامكانيات بتلعب كتير دور كبير بهذا الموضوع. أكيد. لكن رغم الامكانيات الضعيفه في ناس كتير عم تبدع بفيديوهاتها. طب الحمد لله دي حاجه حلوه قوي. طب يا مروه، هل مفهوم الخساره مختلف في السوشيال ميديا؟ طبعا جوه السوشيال ميديا مش ملموسه. يعني ممكن مثلا حد يعمل كومنت، هو الكومنت مش هيفرق معايا مثلا في حاجه بس ياثر في شخصيتي، ياثر في نفسيتي، فاهمه؟ فالخساره طبعا موضوع مختلف خالص. طيب سهيله، تفتكري سوشيال بلا حدود ازاي ممكن يبقى نقطه فارقه مع الناس اللي اشتركت معانا حتى اللي مش هيكسبوا؟ يعني احنا اللي كسب اكيد ده بقى حق انجاز. اللي ما كسبش ازاي ممكن سوشيال بلا حدود تبقى نقطه فارقه في حياته؟ يعني انا صراحه نحكي بالادله دائما. نعطي اكزامبل بيا انا. اشتركت من قبل وما وصلتش لمراحل متقدمه في برامج عديده وخرجت منها، وبالاخر يعني شافوا انه سهيله من غير ما كسبت لقب معين او وصلت لمراحل متطوره من البرامج اللي اشتركت فيها، الا انها عملت اسم واثبتت نفسها. فانا بالنسبه لي بمجرد انه الواحد لقى فرصه انه حد يساعده، اللي هي احنا لجنه كلجنه تمام. كناس مسؤولين على البرنامج هذا في حد ذاته يد كبيره ساعدت المشتركين. فانا بظن انهم هم محظوظين اصلا. فلو عرفوا ياخذوا يعني كل الكلام اللي كنا نقوله، كل هذا الشيء اللي معمول والبلاتو اللي معمول على جالهم والمجهود اللي نبذلوا فيه كامل كبرنامج يعني على جالهم، يعرفوا كيفاش ياخذوه بعين الاعتبار، متاكده انهم راح ينجحوا. وعشان كده انا يعني رايي ان مفيش خساره مفيش وراها مكسب. اي خساره وراها مكسب بشكل يمكن مختلف. هو لازم تكون كاينه سلبيات اصلا. وانا شايفه ان مكسبنا ان احنا تعرفنا عليكم واحنا كمان لحظات عمرنا ما راح ننساها. شكرا. بالنسبه للحظات بقى، من اهم اللحظات هي اللحظه دي، لان احنا هنعرف فيها سر تقييمات الحكام اللي موجودين معانا على مدار ال 11 حلقه اللي فاتوا في السوشيال بلا حدود. خلونا نروح نشوف التقييمات بتاعتكم. يلا بينا. دلوقتي احنا وصلنا للحظه الحاسمه في حلقه النهارده، وجي الوقت ان الحكام يجمعوا النقط والتقييمات الخاصه بيهم. صدقي يا ياسمين، الموضوع بيكون اصعب كل ما بنقرب من النتيجه. امال المتسابقين هيعملوا ايه؟ انتظارهم لمعرفه النتيجه اكيد هيكون اصعب بكتير. في المركز ال 17 محمد منعم. في المركز ال 16 يوسف علي. في المركز ال 15 بوباشا مسعود. في المركز ال 14 دينا المنيب. في المركز ال 13 الاء شتا. في المركز ال 12 ساره علوش. في المركز ال 11 محمد عبد القادر. في المركز العاشر أمنية حمزاوي. في المركز التاسع هشام سراي. في المركز الثامن مريم عثمان. وفي المركز السابع أيوب خالد. في المركز السادس رانيا بالعاج. في المركز الخامس أحمد بالجبري. في المركز الرابع حمدي عاشور. في المركز الثالث زيد نصار.
في المركز الثاني وسام دلالي، وفي المركز الأول طارق غانم. تحدي الأسبوع القادم، وهو هذا التحدي النهائي، اصنع فيديو لا يزيد عن دقيقتين يعبر عن التناقض في شخصيتك. شفنا النهاردة تقييم الحكام على فيديوهات المشتركين في الأسبوع الـ11، ومن النهاردة ابتدى دوركم في التفاعل على فيديوهات المتسابقين عشان ده هيشكل 50% من درجاتهم، وتقدروا تدعموا المتسابقين على هاشتاج سوشيال بلا حدود وعلى اليوتيوب على قناة الآن. وبكده بتكون حلقتنا خلصت، ونشوفكم الأسبوع الجاي على خير. سلام. سلام. حلقتنا في الأسبوع الـ12 من سوشيال بلا حدود. الموسيقى بالنسبة لي أنا إيقاعي كمل كل شيء. الصورة أحسن ولا الفيديو؟ الصورة بتعني كتير 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 بالبروفايل تاعي. الناس بيشوفوا الصور بس ما بيشوفوش اللي هما بيشوفوه ده جه إزاي. النهاردة كانت آخر تحديات للمتسابقين عشان نديكوا فرصة للتصويت ليهم لحد الأسبوع الأخير.